السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، عاده الله علينا وعلى الأمة كلها بالخير يا رب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أنا شايف إن هي فرصة سعيدة إن أنا أقول لكم على خبر مهم، وهو إني فتحت قناة جديدة أو عملت قناة جديدة ونزلت فيها فيديو واحد، ولينك القناة هنا أو هنا تقريبا، لينك القناة اللي فوق ده. القناة فيها صفر سبسكرايبر، عايز اعرف هيبقى فيها كام يعني، او مين اول واحد هيعمل لي سبسكرايب في القناة. القناة عاملها علشان حاجات كتيرة جدا، في فيديو صغير جدا في القناة اول ما توصلها هتلاقي هيقولك ليه يعني انا عامل قناة جديدة، مش عايز ازود في الفيديو هنا، انا طالع هنا عشان اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله في رمضان ناوي اعمل حاجة يومية، لو قدرت اعملها، لو قدرت، لو ما بقتش يومية ممكن اخليها مرتين او ثلاثة في الاسبوع، مرتين او ثلاثة في الاسبوع ان شاء الله هنعمل حاجة مفيدة. ايه هي؟ خش على لينك القناة هتعرفها ان شاء الله. ده غير ان احنا في رمضان الناس اللي متابعانا من السنة اللي فاتت هتعرف احنا بنعمل ايه في العشر الاواخر في رمضان، بنعمل تحاري ليلة القدر وبنعمل حاجات حلوة، فان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله يعني ربنا يتقبل مننا الاعمال في رمضان، وده اهم حاجة، وان شاء الله تزول الغمة وتزول الأزمة دي، ونزوركم إن شاء الله قريب جدا في الجزائر بإذن الله يا رب يا رب. عموما كل سنة وأنتم بألف خير، وتنسوش خشوا هنا، وده أول فيديو في القناة إن شاء الله تعجبكم، وكل سنة وأنتم بألف خير. سلام.